فضيلة الشيخ وفقكم الله، شخص وجد مالا مقداره 10,000 ريال فالتقطها وعرفها، ثم أتى صاحبها قبل تمام السنة فرفض الملتقط أن يعطيه المال حتى يعطيه منها 1,000 ريال، فهل يجوز له هذا الطلب؟ حرام عليه ذلك، ما يجوز له، يدفع إليه ماله، فإن أعطاه منه شيء عن طيبة نفس فلا بأس، أما أنه يجبره أنه يعطيه لا. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.